أعود إلى خبر الحريق الذي شب في حدود الساعة الواحدة زوالا، حريق مهول بمصنع الخزف بالمنطقة المسمى قصر الأحمر بالكاريتوس، والذي خلف هلعا كبيرا وسط السكان، خاصة وأن المصنع يقع وسط تجمع سكاني. وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية في محاولة للتحكم في الحريق الذي لم يخلف أي ضحايا حسب مصالح الحماية المدنية.